شلونك؟ زينة. عايزان وينه؟ نايم فوق. شنو هذا؟ شريت لك ملابس. اي بس انا ما طلبت. ماكو، مريت السوق كان اشوف محل عجبني وشريت منه. بس انا ما البس هالالوان. بس انا احبش تلبسين هالالوان. اوكي؟ يعطيك العافية. شو عبالك تفتحها؟ توكل على الله، أي شيء من ايديك حلو. تسلم حبيبي. طيبة؟ الله. وين تفاحة؟ من بيروت؟ لا، من ايديك. حبيبي. هاي بعد. طيبة؟ كل شيء من دينك حلو أقولك. سالم حبيبي، أنا لي طلب عندك صغير وبسيط، وأدري أنك ما تردني. أنت تمرين أمر، قول إيش تبين. بصراحة أنا بدي شقة ببيروت وباسمي. بس بيت بيروت وباسمك؟ نروح بيروت واختار أي شقة اللي تبين. باش تبين حبيبي، الله يخلي لي إياك، كثير انبسطت. تستاهلين كل خير. الله يخلي لي إياك، حياتي أنت. يخليك لي. شو؟ استلمت هاي الملابس الجديدة؟ كثير حلوين، رح يعجبوك كثير. أنت اللي تحلين كل شيء. حياتي أنت، عيونك اللي حلوة. شو؟ ننزل بيروت؟ ننزل بيروت، ننزل أي مكان تبينا. أوكي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. دكتور حمد زميلي. سلمان ريل سعاد. هلا والله. لوين سعاد؟ سعاد الحنتي. حياكم حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. نورتوا البيت حبيبتي. السلام عليكم. ما شاء الله حبيبي كبر، بسم الله عليه. تعال 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 يا حياتي. سوري سوري سوري. خلص خلص خلص. الله يخلي لك يا رب. تعال حبيبي تعال. حبيبي تعال. سوري نسيت اعرفك، زميلي الدكتور حمد. سعاد زميلتي مثل اختي. دكتوره حياه وايد تمدح فيك. هذا من ذوقها. ما قلتي لي سميته؟ عبد العزيز. حبيبي الله يخلي لكم ان شاء الله. بسم الله عليه وجهه بشوش. اي الحمد لله وصحته زينه بعد. طبعا فضل الله وتملك يا دكتوره حياه. شو التغيير المفاجئ؟ حلوه تسريحتك. حبيتيها؟ وايد حلوه صدقنا. موضتها قديمه بس بعد حلوة عليك. شو رأيك في البطل؟ بسم الله عليه حلو مثل أمه. ها؟ حاضرين. آلي. حاضرين.
مدرسة حبيبي، شكلك مؤدب. مؤدب ها؟ حبيبتي أنا ما أدري ما أدري ما أدري ليك ها؟ شوف داخل مطعم الأكل هذي كيف حلو شكلها. حلوة؟ حلوة. تدري شنو بخاطري؟ بخاطري شي امسك شي المج وقطك فوق 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 شي شي قدام الناس. بيبي؟ اي بس انت لابسه كعب ما شنو؟ برستيج. ها؟ برستيج. وانا برا الحسبه؟ انت الخير والبركه. يعني مطالع على ابوه ما يشبهني. ابوه الحزن والفرح، ابوه الضحكه والدمع، ابوه الماضي، الماضي اللي ما له حاضر. يشابه امه اكثر هو. نورتوا البيت، حياكم الله. تسلمين حبيبتي. الو من معي؟ مامي سماح على إيشام. حشوم حبيبي شلونك؟ أنا بخير الحمد لله. شو أخبارك بعد؟ مامي سماح أنا وليها عليك، حبيت أشوفك ورحت المستشفى مع أبوك. ليش طلعتي؟ يا حياتي شو أسوي هالشوم؟ لازم أطلع حبيبي، لازم الواحد يغير ويجدد وشوف المكان الأحسن. أنا وردة يا حياتي. يا ورود شو أخبارها؟ ماما سماح أنا أحبك. لا تكفى عطني وي وير. هذا من قال انه هو مهم؟ دكتور حمد انت من نفس الجامعه اللي فيها حياة؟ ايه احنا كنا فينا. ايه احنا بنفس الجامعه. تدري ايام الجامعه نختلط بناس وايد وعقب ما نطلع ننساهم كلهم. يعني الجامعه مثل الحلم بالنسبه لنا. هذا بالنسبه لكم، بس حياتي صارت حلم من بعد الحادث. حيا الله من يعنى. تدرين دكتورة حياة، للحين ما نزلت البحر. أنا وسلمان فينا كسل، بس تدرين عنده أحلى مركب وأحلى جيتسكي. تعالي أوريك إياه. أنا بنكم. صدق عاد ما أحب أدش البحر خلاص. لك مني القارب والجيتسكي هدية. لا 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 يا معود، أنا بعدني عن البحر وبلاوية. خلى لك مشكور. ها ايش رايك؟ هيدي عم بحكي لك قصة بشعة كتير وحلوة كتير، بس هيدي سلمان. ايش فيك؟ ادري انك سلمان. انا هاي اتعرف عليك. لو سمحت بخرة انا ما اتعرف عليك. وهذا الشيء اللي احبه فيك، انا غير عن الشباب. لو سمحت بخرة ما راح اوخر. ايش تبين؟ ما راح اروح. سمع اللي بقلبي خليش تروحين. اذا ما وخرت وابوي يعرف يوقفك عند حدك. ما راح ازعل لانك انت خايفه الحين. اخذي السيدي. ما ابي تكفين. اخذي السيدي، ما راح تندمين. عندي سيديات وايد. ما ابي. انا مسوي عشانك. تفضل روح، مالك شغل بالبطاطا. خلصتها بعد. حياة احبك.
سلمان شو تسوي هني؟ يلا تعالي. شايبك الحين اهلي يطلعون لك. ابي اكلمك تعالي يلا. سلمان لا تصير مجنون خلاص. شنو؟ ما راح اروح يلا. يلا تعالي. ابوي صوت سيارته. كذابه. صدق؟ حياتش فيك؟ ما فيني شيء بس سرحت شوية. ويه مرة الله يهداك ليش مو حاطت لي شكر؟ كان نفسي نسيت. ولا عليك امر بس كافي وحده مو مسويه رجيم يقولون صباح الخير يما هلا يما صباح النور يلا انا طالعه وين بتروحي بروح حق المحامي ماجد مكلم محامي يبي يخلص اجراءات الطلاق خلنا اقوم البس اروح معك عيا ليش يما خلاص اروح بروحي ما يحتاج ريم تعرف تدبر امورها ما يخاف عليها خليها يلا مع السلامه مع السلامه حبيبتي ديري بالك يما ان شاء الله الله وياك الله يسهل عليها يا رب يا عمري انت حبيبتي مشكوره وما قصرتي وايد كلفتي على نفسك ما كان له داعي الغدا ايش دعوه عاد ما سويت شيء انا ما ورا شيء اهم شيء عزوز نايم حبيبتي الله يخلي لك ان شاء الله بس ما قلتي لي شنو سبب التغيير بشكلك؟ الصراحة أنا ما بغيت أقول لك قدام سلمان بس كل يوم طالع لي بسالفة جديدة ما أدري إيش فيه. هما كذي الشباب يحبون التغيير بعدين بالعكس وايد حلو. جاب لي بعد ملابس وايد حلوة. صدق؟ إي. إيش رأيك تجيبينهم وأشوفهم؟ الحين يلا. ها ايش رايك؟ ايش رايك بذوقي حلو؟ اي وايد حلو عليك بالعافيه يعافيك حبيبتي شوفي عليك بالعافيه حمد نمشي حاسه بصداع شويه ايش فيك حياه؟ شويه صداع ماسك راسي حبيبتي سعاد انا ارسلت لك عطرك بزينك مفاجاه عادي ارشحك صديقتك ترى يصحصح طبعا ما يبي لها سؤال ما في داعي استحوا عاد قعدي الحين يجيب العطر وروحي قعدي حبيبتي ما عليه حاسه بصداع شويه زين قعدي شوي بس شوي الحين بي قهوه صار شريت لك هالعطر جربي شريت لي هالعطر وليش حبيبي شو ليش؟ لازم اشتري لك عطر عشان تتذكريني بكل لحظة بكل ثانية. يعني العطر الحين هو اللي بذكرني فيه؟ إيه عادي شنو يعني؟ لا حبيبي ما له داعي أنا طول عمري
وايد حلو عليك بالعافيه. انا اذنكم انا لازم امشي. لحظه يما لحظه، وين رايحين؟ انا مسوي مفاجاه حلوه حق سعاد، كميه صور انا مصورها. صدق؟ وقت ثاني ان شاء الله. حمد خلينا نمشي. يلا. يلا يلا مع السلامه. تفضل تفضل. خمس دقائق خلصوا، أنا ماشية. لحظة يبا لحظة، إيش فيك أنتي؟ سمعي اللي بقلبي. تفضل قول، شو اللي بقلبك؟ تبي أقول اللي بقلبي؟ يا ريت. حياة، خلينا نسوي نفس الأفلام الأجانب. سمعتي سيدي؟ شاروخان؟ خلاص. المرة أنا بمشي. ترى حياتي، ترى حياتي، ايش فيك؟ عسى ما صار؟ ما في شيء يا دكتور. وين رايحه؟ ما ادري، ما ادري وين رايحه. ها حياتي، ايش فيك؟ انا اسفه دكتور، اعذرني. سويت كذي؟ انت مالك شيء عندي، انت صرت جزء من الماضي. نفس ما دمرت الماضي ما راح اخليك تدمرين المستقبل، ما راح اخليك. سلمان انت ما تدري شنو اللي صار. شنو اللي صار؟ خلتيني بس الظروف، راح تزوجتي واحد ثاني، وانا لدقيقه مو قادر اخليك. انا لازم اشوفك، اشوفك عشان تتعذبين. سلمان ايش سويت جدي؟ ليش؟ كان لازم اسوي جدي غصبا علي. ليش؟ ما اقدر اقول لك. انت كذابة، وايد كذابة. انا مو كذابة، انا ما راح اخليك، راح اصير لك كابوس. لازم اتزوجك، لازم. سلمان انت مينون. اي مينون، مينون. سلمان ما انا عندي شيء قسم، ارجوك افهمني. حرام سعاد، حرام تاخذها بذنب الماضي. ولدك ما له ذنب. انا ما لي شغل لا بسعاد ولا ولدي ولا باي احد بالدنيا. انا ابيك انت حقي. شو خليتيني؟ شو خليتيني؟ قولي لي شو خليتيني؟ شلون؟ سلمان شو خليتيني؟ سامح، هذا شيء راح وانتهى. الله يخليك، سعاد ما لها ذنب، ما لها ذنب في الماضي. بس ما لك شغل بسعاد. انا ادوس على سعاد وعشرة من سعاد. انا ما راح اسمح لك. ليش؟ ما اقدر اقول. ليش ما تقدرين تقولين؟ ايش حق سويتي فيني كذي؟ سلمان فهمني. الحين انت معصب وما تدري شنو قاعد تقول. لا مو معصب، انا اعرف ايش قاعد اقول بالضبط. قولي لي
سعاد مالها ابن. ارحمها، ارحم ولدك. مالك شغل بسعاد؟ قالوا الدنيا كلها ضدي، تفصلين حقي انا، انا بس. وليش؟ ليش سويتي كذي؟ ابوك زبل. اي ابوك، ابوك السبب يا سلمان، ابوك اللي دمر حياتي ودمر حياتك، ابوك اللي نصب على ابوي وخذ فلوسه، وكثر ما انت تألمت انا تألمت، وكثر ما انت بجيت انا بجيت، صرنا انا وياك ضحية المنتجع وشراكة ابوي وابوك. عرفت ليش؟ عرفت ليش الحين يا سلمان؟ ليش ما قلتي لي من الأول؟ خفت أقول لك. سعاد تعرف قصتنا؟ إيه تعرف، بس ما تعرف منو أنا أكون. سلمان لا تلومني، أنا من ابتعدت عنك وتركت بيتي، انقطعت أخبارك عني، وما سمعت عن الحادث اللي من عقب كم يوم. صرنا أنا وأنت الضحية بسبب المنتجع وشراكة أبوك وأبوي. أبوي ظلمنا، أبوي دمر القصة هذه كلها، دمر حبنا. تدري شنو أصعب لحظة بحياتي؟ يوم جيت أنت وسعاد المستشفى وهي بتولد. وقتها كانت أول مرة أشوفك من عقب ما ابتعدت عنك. وقتها قلت مستحيل سلمان إنسان، سلمان ينسى الدنيا والإنسان. وقتها تأكدت أنك ما تذكرت، كانت أصعب لحظة في حياتي. حسيت أن الدنيا ما لها معنى. تدري ليش؟ ليش؟ لأني تمنيت الحادث اللي صار لك، تمنيت يكون صار لي أنا، تمنيت أني أتخلص من ذكريات مثل ما أنت تخلصت من ذكرياتك، وعلشان بس أني أحبك، لأني كنت أتعذب كل لحظة وأنت بعيد عني.
يلا تبي شيء؟ انت وين رايح؟ ما راح تريق معانا؟ لا عندي شغل. شنو الشغل اللي عندك الحين الساعة 8 وانت دوامك الساعة 10؟ شنو تحقيق ولا شنو؟ لا مو تحقيق، بس انت صار لك كم من شهر متغير، لا تتغدى معانا لا تريق معانا، وهذا ولدك كأنك مو ابوه. شو السالفة؟ السالفة ان عندي شغل لازم اروح اجابله، فهمتي؟ تفضل. مبروك. الله يبارك فيك. ألف 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 مبروك، صدق فرحت لك من كل قلبي. شوف وجهك شلون منور زينك. واي الحين رديت ماجد اللي يعرفك من زمان منطلق وتحب الحياة. بصراحة قبل كانت على عيونك غشاوة من هذه طليقتك اللي اسمها ريم، بس الحمد لله كان طلقت من جديد. المهم يعني العدد ما عجبك؟ الأعداد السابقة كانت وايد أحلى، أتوقع من العمال اللي قاعد يشتغلون عندك، لأن كلهم أصدقائها يمكن قاعد ينتغمون لها. المهم قولي لي الحين وين نقاط الضعف العدد علشان نبتدي نعالجها؟ مع الأسف نقاط الضعف الحين كلها ما تحضرني، بس أوعدك أول ما أرد البيت أدز لك فيهم إيميل أشرح لك بالتفصيل، بس ترى رأيي الشخصي مو رأي الشركة. يعني ما بينعرض على تلفزيونات الخليج؟ كتير منيح. ليك او اي متى العرض ببلش؟ بيرفكت. خلص لك عم بشوفك بكره. باي. فاينالي. انت ما قصرتي وجزاك الله الف خير، بس احنا لازم نطلع من هنا. ريم بنيتي مو مرتاح، تبي بيت بروحها. مع اني مو مقتنعه بس ما اقدر امنعكم، سووا اللي تبونه. يما خالتي شوفي هذه اول مقاله لي بالمجله البريطانيه، شوفيها نزلت. يلا يقري خلينا نسمع. أن أغلب الشباب العربي مصاب بالانفصام الشخصي نتيجة بعض القوانين المجحفة في حقه في بلده، ومن ناحية أخرى بعض العادات والتقاليد القديمة الموروثة دون نقاش وتطوير، مما تسبب في زعزعة ثقة هؤلاء الشباب بأنفسهم ومجتمعاتهم، وقد أدى ذلك إلى البحث عن حل أو حلول لمعالجة هذه المشكلة، لكن تحول هذا الحل فيما بعد إلى الهروب من الواقع المتشتت باختيار أسهل الطرق وهو الهجرة من بلدانهم بحثاً عن الذات. فيكم أبد يما سلامتك، بس أنا أقول يعني لو قاري الحكي هذا بالإنجليزي مو أسهل؟ صدق يما حصار لي ساعة ألعي وأقول وتقولين لي إنجليزي. العموم يعطيك العافية، يلا بالمبارك على المقالة. تعبانة بس هذا اللي تقولونه. الله يبارك فيك. هو سلمان. هلا. شفيك عطتني احساس انك قاعد تسوي شيء غلط. اكيد قاعد نسوي شيء غلط، انت مو مقتنع بهالشيء؟ حياه الف مره قايل لك لا تكلمين بهاللغه، الحين لازم نصلح كل شيء. تصلح شنو؟ تصلح العلاقه انتهت من زمان؟ انتهت
ليش انتهت؟ هي انتهت فعلا. كذي اعطتني احساس ان انت كنتي معاهم بالجريمه ولعبتي بمشاعري وخربتي حياتي. حياتي انا اسف بس. بس شنو؟ انت اللي قاعد تسوي جنون. انت كذي بتدمر حياتي وحياتك. انت قاعد تحمل اللي حوالينك ذنب هم ما لهم شغل فيه. مسويها مشماعه يا سلمان. حياه، انا ابي احد يوقف معاي يشوف اللي بقلبي. انا رجعت سلمان، سلمان اللي يحبك ويموت فيك، اللي ما يقدر يخليك دقيقه واحده. شوف القدر سوى، خلاني اجي المستشفى تشوفيني وانا ما اعرفك، فاقد الذاكره. كل هذا يدل على شنو؟ ان احبنا اقوى من كل الناس، عدل ولا لا؟ وانا بعد يا سلمان، انا ما اقدر اخليك تروح من ايدي مره ثانيه. انا اموت ولا اسوي؟ شنو بيدي اسوي؟ انت قول لي. اللي بيدنا لازم نوقف مع بعض، ارجع سلمان وترجعين حياه. مستحيل. سلمان الله يخليك، انا مو قايلت لك لا تجي عند بيتنا؟ انت كذي بتحرجني مع اهلي. انا ما ادري، ما ادري. اول ما افتح عيوني اشوف نفسي قدام بيتكم، شو اسوي؟ بس انت الحين متزوج. اعطتني احساس ان انا متزوج باختياري. ولو، المهم انك متزوج ومتزوج صديقتي سعاد. انا ما ارضاها لا عليك ولا علي. انت عارفه الظروف، والظروف كلها كانت ضدي. سلمان انا جيت عشان اقول لك لو سمحت لا تجي عند بيتنا مره ثانيه. انت كذي بتخليني اضعف. حياه انت ضعفتي يعني انا انتهيت، لازم توقفين معي.